صباح الخير كي جي تو، عاملين ايه؟ انا مس ايات من مدرسة فيوتشر باينيرز. النهاردة عندنا الدرس بتاعنا وهو المدود. عرفنا ان المدود 3 حروف، مد بالالف والمد بالواو والمد بالياء، وعرفنا ان كل مد بيجي قبليه حركة من الحركات، وان المد بالالف بيحب الفتحة، المد بالواو بيحب الضمة، المد بالياء بيحب الكسرة. النهاردة هناخد آخر مد من المدود وهو المد بالياء، وعرفنا أن المد بالياء بيحب الكسرة. طيب تعالوا نشوف مع بعض الحروف لما هيجي تحتيها كسرة صوتها إيه، ولما هيجي معاها المد بالياء صوتها إيه. طيب تاء كسرة صوتها تي، صوت قصير، تاء كسرة تي. لما هيجي معاها المد بالياء بقى صوت طويل ويبقى تي. طيب كاف كسرة كي، كاف كسرة كي. لما هيجي معاها المد بالياء بيبقى صوت طويل ويبقى صوتها كي. ميم كسرة مي، ميم كسرة مي. لما هيجي معاها المد بالياء مي. تعالوا نقرأ مع بعض. كاف كسرة بعديها مد بالياء صوت طويل كي. وي خي ذي عي ضي. بنطق صوت الحرف وهو مكسور وبطول في صوته عشان بعديه مد بالياء. راء كسرة مد بالياء ري ني لي. خدنا بالنا ان كل مد بالياء الحرف اللي قبله تحتيه كسرة. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي بيبقى شكله في الكلمات. تاء كسرة بعديها ياء تين، تين، تين. طيب عين كسرة ياء عيد، 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 عيد. طيب ريم، 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 ريش، ريش، ريش. طيب فيل، فيل، فيل. ديك، ديك، ديك. طيب احنا كده عرفنا المد بالياء. تعالوا نحل مع بعض التدريب الصغنن بتاعنا ونشوف الكلمات دي بالمد بالالف او الواو ولا الياء. طيب اول صورة عندي توت، شايفين بقي عمل ازاي؟ توت، مد بالالف ولا واو ولا ياء؟ شطورين، مد بالواو. طيب تاج، شايفين بقي هيصلوا ايه؟ تاج، طولت في صوت الحرف، مد بالالف. طيب ديك، طولت في صوت الحرف وانا بكسر بقي قوي، ديك، مد بالياء. باب، باب، مد بالالف. طيب تين، تين، مد بالياء. حوت، حوت، مد بالواو. بكده يا شطورين يبقى خلصنا مع بعض النهاردة آخر مد من المدود، وأنا عرفنا إن حروف المد 3 حروف، مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء، وعرفنا إن مد بالألف يحب الفتحة، والمد بالواو يحب الضمة، والمد بالياء يحب الكسرة، وعرفنا ان المدود هي ان احنا بنطول في صوت الحرف. بكده نكون خلصنا مع بعض درسنا النهاردة. اشوفكم في درس جديد، الى اللقاء.